السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحه ديالكم مزيانه، كل شيء هو داك داكشي اللي كنا خايفين منه واللي طرا العام فات عاوتاني طرا بنفس السيناريو مع تغيير في الخطه. تشيلسي كفرض شرط اضافي على زياش وعلى ميلان اللي بغاو يتعاقدوا معاه، وهذا الشرط هذا صعيب على ميلان، نقول لكم علاش وكيفاش حسب صحيفه ذا تايمز البريطانيه. نبداو التفاصيل. فرضت إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي شرطا آخر على نظيرتها ميلان من أجل التخلي عن خدمات لاعب المغربي زياش، بحيث قالت صحيفة التايمز البريطانية أن تشيلسي استقر بشكل نهائي على رفض مبدأ رحيل زياش إلى ميلان بنظام الإعارة لمدة موسم حتى لو كان هنالك بند يتعلق بخيار الشراء، إذ تريد إدارة النادي اللندني تشيلسي بيع اللاعب بشكل نهائي. وكانت إدارة الروسونيري قد بدأت مفاوضاتها مع الإدارة الإنجليزية من أجل جذب زياش، لكن شروط تشيلسي واللاعب المغربي عطلت الصفقة إلى حد الآن. وأضافت المصادر نفسها أن زياش يتمسك بمبلغ 6 ملايين يورو الذي يتقاضاه في الفريق اللندني، غير أن ميلان توقف عند مبلغ 4.5 مليون يورو. يعني من الآخر وبالدارجة تشيلسي مصعب القضية وزياش هو مصعب القضية. زياش ما بغاش يخفض الراتب، وبالتالي هادشي كيبين بأنه باغي ينتقل لشي فريق آخر اللي عطيه المطالب المالية ديالو. وثاني حاجه تشيلسي جاتهم من الاخر، بغيت يشوف لاعب مغربي غتخلصوا الفلوس باش يشريوه ماشي نظام الاعاره، بحيث القضيه كان ديما كدير معاهم مع طوموري ودارتها مع باكايوكو، ديما الاعاره اللي كدير ميلان مع تشيلسي. وبالتالي جاتهم من الاخر يا تشريوه كامل العقد ديالو باش تهنوا منه بصفه نهائيه ومراتب ديالو يا بلاش. وبالتالي تشيلسي سدت الباب، وحاليا الخوت كبري القضيه صعيبه بزاف يخرج من تشيلسي، بحيث ممكن حتى فريق اللي جدي مقارنه مع ميلان. هذا ما كان أشبه لكم الخوت كيفاش غنتهي القصة، وتهلاو لي فراسكم.